طيب معنا اتصال تليفوني، خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو الو. ايوه ازاي؟ الحمد لله زي الفل. انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. هتعرف بيكي؟ ايناس. ايناس كم سنه ايناس؟ 22. مرتبطه حبيبتي؟ ايه مرتبطه؟ كنت. كنت احكي لي ايه اللي حصل يا ايناس. انا والدي متوفي وانا عندي 17 سنه. بقال الله. كنت مخطوبه بقال لوحده. كنت مخطوبه لشخص معرفه يعني صالونات وكده. كان غصب عني يعني، ما كنتش عايزه الموضوع بس اهلي اجبروني عليه. كنت خطبت لي قعدنا 4 شهور ما تأقلمتش على الوضع وفركشنا. بعد كده انت سعديه يا ناس؟ فركشنا. انت سعديه؟ ايه انت من الصعيد؟ ايوه ايوه عرفتك انا من قعدنا دي. يلا ما انا صعيد اخر. يلا قولي. وبعدين بعد كده فركشنا الخطوبة. تعرفت يعني كان لي ابن خالة قريب مني، تعرفت عليه وحبينا بعض. قعدنا 3 سنين تعلقت بيه جامد. انا علاقتي مع اهلي مش احسن حاجة يعني، بعيد عنهم كل البعد تماما. فتعلقت بيه، حبيت حب الاخ وحب الام والاخت والصحبة بقى كل حاجة في حياتك يعني. كل حاجة سستمت أموري وحياتي كلها عليه. لما بيكون معايا لما بيكون في مكان أنا ببقى حاسة بيه، مثلا لو قابلت صدفة ببقى حاسة إن هو في المكان ده فعلا. جينا في مرة صاحبتي أنا كانت بتكلم صديقه هو. فأنا كانت حاصلة مشكلة بينهم وأنا اتدخلت بين صاحبتي وصاحبه. بس ما قلتلوش إن أنا كلمت الشخص ده. وأنا في المحظور. هو عرف بعدين بقى، بس ما اعرفش انا عرف منين، عرف الموضوع بقى منين مش عارفه. اتكلمنا وقعد يتكلم معايا وقال لي انت خنتيني اسمها خيانه، انا هامنك على بيت ازاي ومش عارفه ايه. وقعد ايه يقول انا استحملتك كتير، انا مش هقدر استحمل تاني، انا كل اصحابي وكل القريبين مني شايفين ان انا تعبت من ساعه ما عرفتك، كله بيقول لي انت اتغيرت، انت ما جيتش زي الاول، انت تعبان. كل ده كل ده عشان حاولتي تحلي المشكله ما بين صاحبه وصاحبتك؟ بين صاحبتي وصاحبه. حاولت اتكلم واقول له حقك عليا واتاسف وما ينفعش تتخلي عني وفين وعودك وفين مش عارفه ايه. قال لي انا بحبك بس مش هقدر اكمل. بعد كده والدتي عرفت الموضوع وقعدت تتكلم معايا وقالت لي ما يستهلكيش ومش عارفه ايه، زي اي ست طبيعيه بتشوف بنتها في الوضع ده فبتحاول تهون عليها. كان متقدم شخص، فانا يعني الشخص ده انا مش مقتنعه خلاص، انا في قلبي واحد مش هقدر اطلعه، مش مكان انا فاهمك وحاسس بيكي. فقلت لأمي مش هينفع، جيت لصلي استخارة عشاني وشوفي. فما عرفتش صراحة، خفت أظلم الشخص ده وأنا في حياتي حب تاني، أنا مش هقدر أحب تاني. ولغاية دلوقتي الموضوع جاي، ما هو متقدم ولسه ما عطناهوش الرد. أنا جاي لا، بس هما مش راضيين يقولوا له إن أنا قلت لا، لعل وعسى إن أنا ممكن أغير رأيي في وقت. طيب ابن خالتك ده مش هيغير رأيه خلاص؟ لا مش هيغير رأيه خلاص. يعني انت شايفه ان الموضوع كده انتهى فعلا؟ بالفعل حاولت معاه كتير. ما طيب ما تحاوليش تاني بقى حبيبتي، ما تحاوليش تاني خالص. كل محاوله منك زياده في انك تقربي من من من, من ابن خالك فيها اهانه لكرامتك، وفيها انك بترخصي نفسك، فاهماني؟ وكل ما تحاولي تقربي منه تاني هيشوفك اقل في نظره، هتبقي انت البنت اللي بتجري وراه. فما تحاوليش تاني تقربي منه، وحطي في دماغك ان ده باب واتقفل، ولو الباب ده هيتفتح تاني مش هيبقى بايدك انت فتحه دلوقتي، انما هيبقى بايدك الموافقة او الرفض على فتح الباب ده لو هو اتحايل عليكي وطلب منه انه يرجع لك. غير كده ما تتصرفيش. خدي مني الكلام الصح علشان ما تقلليش من قيمتك، لا في نظرك ولا في نظره ولا في نظر كل اللي حواليكي. انت فاهماني؟ ده اول حاجه. تاني حاجه، عشان ترتبطي بانسان تاني ما ينفعش ترتبطي بانسان تاني
وانت لسه قلبك متعلق بانسان، او قلبك مجروح في علاقة انت مش عارفة تطلعي منها. فقولي لامك، قولي لها انا ما عنديش اي مشاكل ان انا ارتبط من اول وجديد، انما مش دلوقتي، انا زي العيان اللي محتاج فترة نقاهة، اخف من فترة النقاهة دي واطلع منها، وبعد ما اطلع منها اقدر اكون جاهزة ان انا ارتبط بانسان من اول وجديد.